فضيلة الشيخ، هنا أن الشرع شرع للرجل أنه أولا هو الذي سبق لطلب الزواج، ثم بيده عقدة الطلاق، وغالبا ما يستغل هذا الطلاق على اهتزاز المرأة. ماذا يقول هنا الشرع؟ الشارع ساوى بالعدل بين الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة. صحيح، جعل الطلاق بيد الرجل. لما؟ لأن الذي سيغرم مسؤولية هذا الحق من؟ الرجل. والتي ستغنم من؟ المرأة. المهر يكون عند الطلاق كله للمرأة، والمرأة ينبغي أن تحسب هذا الحساب، لا أن تفرغ من المال ما تشاء، كما يقول الباري سبحانه وتعالى قنطار من المال، عندئذ تربطه بهذا القنطار، الطلاق سيجعلها تملك هذا القنطار من المال. إذا صحيح أعطى الله عز وجل الرجل حق الطلاق، لكن حمله مقابل ذلك مغرم المهر. هذا شيء ثاني. المرأة تملك شرعا عند العقد أن تشترط على الزوج أن تكون العصمة بيدها، أن تقول قبلت منك، قبلتك زوجا لي على أن تكون العصمة بيدي وأطلق نفسي عندما أشاء، فإن وافق انتهت المسألة، طلاق بيدها أو طلاق بيده. شو الإشكال؟ نعم. لو أن الأمر كان على العكس من ذلك، لجعلت المرأة من الزواج تجارة بدون تعارف، تتزوج من الزوج الأول، بعد شهرين ثلاثة تختلف صفة من الأسماء، يلا اطلقوا، تضع المهر في جيبها، ثم تطلق الثاني والثالث والثالث، خلال سنين تجمع كنوزا من المال. هل هذا هو الشيء المطلوب؟ لا. الباري عز وجل أقام كفتي عدل في هذه المسألة، وقلت لكم المرأة تملك أن تشترط لنفسي حق الأصمة. شيخ الحقائق كان صوتا.